علاقتي اكتر في الغنى، يعني حتتك اكتر اللي خدتك للغنى. بالظبط. ده ما يمنعش ان في حاجات حلوه كانت طبعا في التمثيل. ما يبقى العكس، غنى 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 مطربه وفجاه ممثله جامده جدا. خلي بالك انا مثلت بالغصب، لسه كنت بحكي لحد. والله بجد ده ما حدش بقى يعرفه. انا بابايا طبعا بابايا بيحبني حب مش طبيعي اكيد، يعني عشان بنته، بس انا بابايا اوفر اكتر يعني. هو بابايا شايفني طول الوقت ان انا دي خليفه شاديه، وبتقعد اقول يا عم انا مش شاديه سيبني بس، يقول لي لا لا انت خليفه شاديه، وفضل يتحايل عليا ان انا امثل. فكان له صديقه اسمه استاذ ابراهيم عبد المجيد الكاتب الكبير طبعا، كان عامل روايه اسمها لا احد ينام في الاسكندريه، ده اول مسلسل بجد عملته. فمثلت فيه غصب طبعا عشان بابايا اللي كان عايزني امثل، وانا ما كنتش شايفه نفسي في التمثيل خالص، لحد ما بالصدفه لما جينا نعمل الكليب بتاع شيل ده من ده، فكنت قاعده انا وعاطف مدير اعمالي وياسر سامي المخرج. فياسر قال لي زي ما انت عماله تقولي لميرنا انا مش مصدقاكي في الكسوفه والبتاع ده، فبرضه ياسر قال لي بقول لك انت لا رومانسيه ولا الكلام ده واكل، معانا مش مصدقك في غمض عينيك دي اصلا، انا مش شايفك غير اللي هو حد شقي وبتاع، فكل الاغاني اللي انت عاملاها دي مش هتاكل عيش، لازم تدوري على اوديو يخليكي تشتغلي كويس. ما هو غمض عينيك ساعتها كانت برضه عامله غمض حلو قوي. الحمد لله. فكلمت ايمن، ما هو بقى ما هي كلمت بقى ايمن بهجت قمر ومحمد يحيى، قلت لهم انا عايزه اوديو خفيف وبتاع، فعملوا لي شيل ده من ده. فياسر شاف ان انا امثل في الكليب وبتاع وكده، وبعدين ايه خلاني في الاخر قلت ايه في حاجه دي وبتاع، ما قابلت الراجل في الكليب. فهي من هنا بقى شافني في شاوي ومكي، وراحوا قالوا الاستاذ شريف عرفه ده في بنت مطربه بتمثل كويس جدا وبتاع وكده، عايزينها هي تعمل شوقيه. ومن هنا ومن بقى هنا بقى تامر وشوقيه، وجت من هنا بقى جت الانطلاقه ونسيت اني مطربه بقى. اصل حبيت الموضوع حبيت الموضوع. لا بس في الكواليس على طول بتغني لنا في الكواليس على طول. ما لازم صوتها حلو يعني. انا بحاول دلوقتي طبعا الغنى طبعا حاجه مهمه يعني بالنسبه لي انا شخصيا، بس يعني بحاول بقى شويه اعمل اغنيه كده لمزاجي، ودلوقتي عندي استوديو في البيت. طبعا احنا لسه جايين في البيت بقى، طبعا استوديو بقى في البيت تحت ايدي وموزع تحت ايدي بيشتغل ببلاش اعمل اللي انا عايزاه.